اليوم عندنا أثر كبير في الدوريات الأجنبية الثانية. إحنا السنة دي أكثر دوري استقطبنا منه استحوذ على أغلب القيمة هو الدوري الإنجليزي، بعده الدوري الفرنسي. الدوري الفرنسي السنة هذه هو ثاني دوري يصرف في الدوريات الخمسة الكبيرة واستفاد. فاليوم الأثر إحنا مسوينه أثر عاملين حتى على الدوريات الثانية، سوى حراك يعني. طبعا اليوم حضرنا في الشهر اللي فات في يوم 11 و12 أكتوبر حضرنا اللي هو رابطة الدوريات العالمية، الخمسة دوريات التوب اللي موجودة في أوروبا قاعد اليوم تتكلم معنا وكأننا الدوري السادس، كان ما عاد في شيء اسمه أفضل خمس دوريات، في أفضل ست دوريات، ولا هنقول الأكثر تأثيرا في هذا العالم. بس بفترة وانتقلت واحدة. نعم أكيد الأثر ترى اللي سويناه ما هو شوي. اليوم السعودية صارت لاعب رئيسي في هالسوق، ولا يمكن أنك يعني تتغافل الشيء هذا، ما لا يمكن تجاهله، ما يمكن تتجاهله.